السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم يا حبايب قلبي يا رب تكونوا في خير وفي احسن حال شكرا شكرا على كل كلامكم الجميل وتعليقاتكم الجميله ودعواتكم ليا ربنا يكرمكم ويساعدكم يا رب النهارده حبايب قلبي هنعمل حاجات كتير 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 مع بعضينا كتير كتير طبعا ما بقولكوش اشتركوا في القناة وما بقولكوش اعملوا الفيديو لايك وكل الكلام ده لاني متأكدة واثقه فيكم ان انتوا بتحبوني وبتعملوا كل اللازم فربنا يكرمكم ويساعدكم ويدومكم نعمة في حياتي تمام المهم النهاردة جماعة زي ما انتوا شايفين كده انا كنت عملت شوية اكل وبروق المطبخ والناس اللي مهتمية بالروتين لما تيجي حبيبة قلبي تروقي المطبخ كده بعد تيجي تطبخي ولا تعملي أي حاجة تلاقي الدنيا تدربك الدربكة كده مالها أول من آخر لمي كل المواعين دي حطها على جنب وخديهم بالدور شوية بشوية تاخدي شوية الكوبايات الأول تعملي لهم ليفة وتغسليهم بعد كده الكوبايات الاطباق وبعد كده الحلل والكلام ده كله وتروقي تبص الدنيا تبصي تلاقي الايه الدنيا رقت معاكي كده وبقت زي الفل تمام النهاردة بقى ست ام ادم عايزة اقول لكم واخد رأيكم في حاجة ست ام ادم يا جماعة كلمت مين كلمت قناة كبيرة مش كبيرة قوي يعني بس كويسة ولو كانت قالت لي كنت انا قلت لها لا ما تتكلميش مع حد ما علينا ايه سبب انها كلمت القناة هقول لكم طبعا انا كل شيء اقولها يا ام ادم اشتغل على القناه يا ام ادم اشتغل ثبتني وتقول لي يا ماما من عيني يا ماما انا عامله الفيديو بس همنتجه يا ماما وشويه الحركات دي المهم طبعا انتوا عارفين ان هي عندها قناه ولسه ايه ما تفعلتش طيب هي كلمه القناه دي ليه آه هي عندها يعني في دماغها آه مخها يعني والله يا جماعه البت هتجنني هتجنني يعني هتخلي شعري يقف ويعني كمان انا كمان شعري يعني انتوا عارفين ان انا برضو يعني مش 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 شعري كتير يعني قرع شويه بس برضو هتخلي شعري يقف من من الجنان اللي هي بتعمله <applause> طب هي عملت ايه وقالت ايه؟ <applause> بتقول لي هو انت تفتكر لو انا اشتغلت يا ماما على القناه <applause> القناه هتكبر هيجيني منها فلوس هي... كلام اهبل والله العظيم يا جماعه كلام اهبل طيب انت يعني كلمت القناه دي عشان تساعدك ولا كده ابدا القناة دي يا جماعة اعتزلت الفن بقالها شوية أه هقول لكم وبرضو الموضوع ده أه حبايب قلبي هتقولوا لي ايه يا ناصرة واحنا يا ناصرة هنفتح قناة ولا ايه يا ناصرة في ايه حكايتك يا اختي وانت بتقولي لنا الكلام ده ليه هقول لكم الكلام ده ليه الكلام ده يا حبايب قلبي أه لأي حد بيعمل اي مشروع لأي حد في حياته أه إتجوزتى اتجارة شغلانة اي كان يا جماعة الحياة كلها مش وردية لازم نصبر على أي حاجة أي حاجة نبتديها لازم نصبر عليها محل فتحتيه لازم تصبري عشان تجني الثمار بتاعته زرع زرعتيها لازم برضو تصبري عليها وتهتمي بيها عشان تجني الثمار بتاعتها مفيش حاجة جماعة في يوم وليلة بتضرب مفيش الكلام ده ولو في يبقى نادرا واحد في المية أو واحد في المليون يعني تمام تمام طيب هنقول طبعا ام ادم كان هدفها انها تتكلم رغم ان هي الست هي عارفه ان الست دي قفلت القناه ليه وخلاص يعني لكن عشان تاكد لي بنتي تاكد لي ان هي اصلا في ناس بتقفل قنواتها وفي ناس مش بتشتغل على قنواتها لان القناه ما بتجيبش حاجه ده طبعا يعني بنتي بتاخد طاقه سلبيه من قبل هي ما تكمل المشوار واخدين بالكو طبعا ده قمه التخلف تمام وبقولوا لي في التعليقات انا كلامي صح ولا غلط تمام تمام نيجي بقى للقناة اللي هي قفلت دي على فكرة محتواها كان حلو وهي ست كويسة ومحترمة ونظيفة وكل كل حاجة جميلة فيها ولكن هي يا جماعة مش هنقول غلطت هي مش عارفة وكلنا مش عارفين وانا مازلت لغاية دلوقتي مش كل حاجة عارفاها بالنسبة للقنوات او ان انا شغل قناتي ازاي او كده آه لان آه هي قالت يعني الست دي قالت ايه آه قالت آه يعني انا اختصر واعمل اعلانات عند قنوات كبيرة والقنوات الكبيرة دي هترفعني وشهر واتنين وهعدي خط الاستواء وطبعا ده ما كانش صح طبعا آه وما غير يعني ان القنوات دي فعلا اخدت منها فلوس كتير آه فطبعا الكلام ده مش حقيقي يا جماعة أي مشروع مش القناة بصرف النظر عن القناة يعني أنا حبيت بس أكلمكم في الموضوع زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي رصيت المعين زي ما انتم شايفين على جنب وببتدي بقى اغسل إيه الكوبايات طبعا غسلتها وشلتها بعد كده المعالق والشوك والسكاكين والكلام ده سنه سنه كده بالترتيب وعامله كمان للكوبايات ليفه عشان الزفاره تمام حبايب قلبي تمام المهم فيا حبايب قلبي طبعا ناخد عبره من إن إحنا أي حاجة في حياتنا مشروع أو أي،, أي إن كان بنبتدي فلازم نصبر على كل حاجة لحد ربنا سبحانه وتعالى ما يسر الأمر طيب إيه يا نصر اللي بيرفع القناة آه، والله يا جماعة اللي بيرفع القناة هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيجيب الرزق وبإيده الرزق هو ربنا سبحانه وتعالى تمام تاني حاجة شغلك واجتهادك تالت حاجة ان انت برضو تهتمي بالقناة يعني انا والله العظيم عايزة اقولك على حاجة انا بعمل انا بعمل اعلانات على قناتي يعني في كذا اكتر من حد يدخلي وقولي انا شفت قناتك بالصدفة ودخلتها وعجبتني ومعرفش ايه انا ببقى جماعة عاملة اعلان ممول على القناة كل شهر مثلا بعمل كل تلات اسابيع بعمل بلاش يا حبايب قلبي يعني تدوا فلوس كتير للقنوات الكبيرة لان ممكن زي ما حصل معايا على فكره انا حصل معايا كده بس انا ما يعني حصل معايا بس الست اللي وقفت جنبي او ساعدتني اللي هي موني في في تركيا دي دي لا يعني شافتني وحطت لي فيديو على المنتدى عندها والقناه عرفت بس انا قبل كده برضو كنت بعمل اعلانات على القناه وكانت ام انس بتساعدني طيب هنا بقى طلعت على ال طبعا امبارح معاكم غسلت المشمع بتاع الترابيزه النهارده بقى همسك الحروف بتاعته حبايب قلبي من تحت كده بحته مبلوله ومعصوره همسح الطينه اللي في الحروف من تحت تمام وهوريكم بقى كميه الطين حلوه التين الطين اللي <applause> تحت الكراسي ايه يا ستي ما تثبتي بقى جبتلي حول. ده ايه النقد الازلي ده المهم حبايب قلبي آه اللهم صلي وسلم عليك سيدنا شايفين طبعا الطبق ده والحروف دي بعمل الحروف حبايب قلبي من تحت عشان ايه طبعا الحروف دي فيها طينه عشان ايه نشتغل بزمة نشتغل بزمة كده ونشاط ويلا قوموا كده وتنشطوا وتشتاروا ورواقوا ونضافوا وتقوموا بقى الصبح بدري كده تنضفوا وتفتحوا بقى الشبابيك كده وتشت... وتشوفوا نصر كده وتقلدوا نصر كده وتجروا كده وتدقلجوا كده زي نصر كده وتشتغلوا والدنيا هتبقى زي الفل ولو عندك شغل يا ستي الدنيا والآخرة هتلاقي الموضوع سهل وبسيط وكله بيخلص كل حاجه بتخلص يا حبايب قلبي آه طيب المهم مش عايزه اشغلكوا به حكاية آه طبعا انا عارفه ان ام ادم غلطانه اكيد اكيد يعني فقالت لي ده هي الست آه الناس القنوات دي عملوا لها وخدوا منها فلوس كتير وبتاع وبعد كده ما خم يعني ما جالهاش رزق وبتاع هي استعجلت آه كل حاجه يا جماعه بتاخد صبر آه بتاخد وقت فطبعا نصبر على كل شيء كل حاجة بنصبر عليها جماعة يعني ايه المشكلة يعني زوج لو زوجك عصبي او ولادك مش عارف اصبري عليهم وسيسيهم ومشي الدنيا الدنيا جماعة مش مش بتتخذ قفش كل حاجة بالصبر وكل حاجة بالوقت وكل حاجة بطولة البال ربنا بيسر الامر والرزق هيجي هيجي آه يعني آه مفيش شك في ربنا سبحانه وتعالى آه هو اللي خلقنا وهو اللي بيرزقنا وهو اللي بيمدنا بالطاقه وبيجيب لنا كل خير وكل السعاده فنصبر ونقول يا رب بس مش معناه ان احنا نصبر ونقول يا رب آه ما نشتغلش ونجتهد لا نشتغل ونجتهد ونعمل نعمل كل حاجه ونعمل ما في وسعنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا مش نقعد كده ونقول يا رب لا نقول يا رب ونشتغل ونعمل آه ونجتهد ونعمل اللي الدين بتاعنا قال عليه بس فده بصرف النظر عن مش بس القنوات والكلام ده اي حاجة قنوات ال او بعض الناس اللي شايفين الطين يا جماعة شايفين كانت تحت الترابيزة قد ايه بس طبعا امبارح ما كانش ينفع كان لازم استنى بتاع ده كبير قوي كده اللي هو الغطا بتاع اللهم صل وسلم عليك سيدنا النبي الغطا بتاع الترابيزة فكبير فكا فكان لازم استنى حبايبي لما ينشف وكده طبعا ايه ما يعني ما كانش بقى في وقت اجيب المقشه فاشتغلت بالزعافه والله الزعافه دي بتنفعني في حاجات كتير فزي ما انتم شايفين كده مش حاطه صابون ولا حاجه هي ميه بس كده ونعمل التشينه دي وننظف الدنيا كده وتبقى الدنيا باذن الله زي الفل اه وطبعا بشكركم يا حبايب قلبي على كلامكم الجميل ودعواتكم ربنا يا رب يكرمكم ويساعدكم في الدنيا والآخرة أمين يا رب العالمين أنا بصراحة يا جماعة بحب أي شغل في مية بحس كده ان انا ايه بقى بعوم بقى في الميه بتبسط قوي بحس ان الميه بتنظف يعني عارفين الميه كده وتبص لا قدام عينك يعني بيمشي كده وبتنظفي وبتعملي تحس تحس كده ان انت مبسوطه بتعملي انجاز بصراحه بتكلم بجد يعني اكتر حاجه بحبها في الشغل الميه ويومكو عسل ويومكو فل ويمكو ورد ويومكو كل حاجة جميلة حبايب قلبي يسعدكم يا رب شايفين 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 الحلاوة والجمال يلا يا شباب يلا يا بنات يلا يا كتاكيد اتنشطوا كده واشتغلوا وقلدوا نصرة كده وسموا كده قولي بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله واشتغلوا كده ونضفوا تبص لو عندك شقتك متدربك على بعضها هتتنضف وهتبقى زي الفل هنا بقى حبايب قلبي دخلت على هذا المطبخ والتلاجة كانت مطرح الايدين الولاد ملطشة كده ومعلمة رحت قلت والله يلا بقى في حلاوتها في حموتها كده همسكها كده اصبنها تصبينة بنتي لزينة تمام بالمرة كنت مأجلها اعمل حاجة بس قلت يلا يا بيت وكانت طبعا جلبتي مبلولة من تحت قلت مش مشكلة يلا كده الواحد هو سخن كده سبحان الله لما يقعد جسمه بيريح بس آه فالمهم يعني آه كله بيعدي وكله آه ربنا بيسهل بيه واهم حاجه بس آه الواحد يستعين بالله واهم حاجه يطول باله آه والله يا جماعه آه يعني زي ما بقول كده آه ناس كتير تقول لك الدعم 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 ربنا سبحانه وتعالى الدعم عنده والرزق عنده كل حاجه المهم دخلنا بقى الوصفه بتاعتنا الجميله شايفين بقى البصل اخضر بصلتين خضر حطيت البصل ليه في الاول عشان الطاسه سخنه خفت احط زيت الزيتون يتحرق تمام عندي ثلاث معالق من عدس اللي هو الاصفر شطفتهم وحطيتهم كده ايه اتنقعوا كده في شويه ميه مده خمس دقايق وعندي جزريه مبشوره وعندي نصف نص فلفلايه حمراء وخضراء وصفره مقطعاها وعندي ايه كمان وعندي حته فلفلايه حراقه يعني عندنا الكلام ده كله جزر وفلفل وعدس وزيت زيتون وايه ده؟ وملح وفلفل وكمون ملح وفلفل وكمون وكزبرة تمام حبايب قلبي هنعمل ايه يا بنات يا حلوين يا ستاتي يا امارات هنعمل ايه؟ هنعمل سمبوكسة آه سمبوسة معايا كوباية من الدقيق كوباية من الدقيق حبايب قلبي ايه؟ آه الكوباية عليها رشة ملح وليس إلا وتلت كوباية ميه من تلت أو ربع كوباية مية تعجين العجينة لا هي طرية ولا هي يابسة يابسة يعني إيه يعني ناشفة نعجن العجينة بتاعتنا كده أو ما بتاخدش ما بتاخدش ثواني وبعد كده نمسكها نقطعها لكم قطع الكوباية اللي أنا معايرة بيها دي قدام عينك أهو 12 ك... 12 إيه؟ 12 بالية بالية ودماغه العالية 12 بالية كتاكيت بصوا عايزه اقول لكم والله العظيم السنه رمضان اللي عدت اهو وحياه ربنا يومين كنت بعمل كوبايه سمبوكسه سمبوسه نعرف عارفه سمبوسه ولا سمبوكسه يا جماعه المهم كل يوم بعمل آه كوبايه والله مشتريناها خالص غاليه واللي لازق واللي عامل هنا بقى زي ما انتم شايفين اهو آه شبه اهو وبعدين جايبه طبقين حلوين بلاستيكات اهم واحده فيها شويه زيت والتانية فيها شويه ايه دقيق اي. نحط يا حبايبي بالفرشه كده سنه زيت وبعدين نرش الدقيق ونحط واحده فوق واحده فوق واحده اربع وحدات هما ال كلهم ده أربعة 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 تمام زي ما انتوا شايفين كده في أسهل من كده ولا بقى تخشى بالمثلث يا أختي محسنة انت داخلة كلية هندسة عايزين يا حبيبتي ناكل سمبوسة آه، ناكلها بقى ناخد ايه هن... رح ندرس هندسه يا جماعه سهله كده الموضوع سهل سهلوها صراحه انا مش متعلمه يعني لسه هاخد المثلث والمسطره وهقص و... وانا شغالة... شغاله محل الموضوع سهل وبسيط لو انت لسه يعني دخل المطبخ هتعرف تعملي وهتطلع معاكي طب والله العظيم احسن الف مره من الجاهزه ومقرمشه وكريسبي وعسل عسل عسل شايفين اهو طبعا رابع واحده بنحطها من فوق منحطش عليها ايه يا حبايب قلبي منحطش عليها ايه زيت ونروح عاملينها كده بالايه بالنشابه على السريع على السريع ابو سريع السريع وبعدين بقى نسخن الطاسه وسط كده وزي ما انتم كله على طول اوام 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 كده في في اسهل من كده يا بنات يا حلوين يا شطار فيش اسهل من كده وجربوها انا عملتها معاكم قبل كده من فتره بس ايه النهارده كنت هعملها فزهقت بصراحه من الطبخ والبتاع ماني والله طبخت برده النهارده بس قلت يا بنتي يلا ايه اه شايفين الجمال والحلاوه والله بعد ما بت بتتعمل حتى بساعتين تتاك تلاقيها بتقرمش رحنا على الطاسه الجميله دي سخناها مش قوي يعني واهو مجرد كده ما تتلون مش هتبقى لون هي بس ايه اللون بتاعها زي ما انتم شايفين كده هنطلعها وهنحط الباقي بصوا اه دي لسه ثواني ثواني وكوبايات بصوا بقى بصوا الحلاوة بصوا الجمال بصوا شايفين شايفين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله والله احسن مئة مرة من الجاهزة ورخيصة عايزة تعمليها بجبنة اعملي عايزة تعمليها بخضار عايزة تعمليها بلحم عايزة تعمليها بأي طريقة إن كانت تعمليها سهلة وجميلة وبسيطة شايفينها؟ شايفين؟ بتتفق. رؤية أو زي العسل إزاي؟ جربوها وقولي لي إيه رأيكم بقى وآدي الخضار بتاعنا أهو أنا طفيت عليه بس كنت مغطية هسيبه يبرد طبعا الاتنين لازم يبردوا العجينة تبرد السمبوسة تبرد والحشوة تبرد عشان لو لفينا ده على ده هيعمل إيه بقى؟ هيتقطع هنا قطعنا شوية خضرة كده فريش كزبرة رفيعين وكمان شوية جبنة اي جبنة عندك اي جبنة واخدين بالكم شايفين شايفين الحلاوة والجمال اهو وكمان جبنة مادة اللزق اللي هي شوية دقيق على شوية مية وبدل بقى بصوا شايفين والله ما في اجمل ولا احلى من كده معاها بقى جنب شوية سلطة جنب شوية شوربة اي حاجة مش الدنيا عايزة اقول لكم انا عملت شوية باللحمة وشويه بالخضار طب والله بالخضار اجمل مية مره من اللحمه وحياه ربنا لا الخضار ده حارش كده وجميل جزر بقى وفلفل الوان اخضر واصفر واحمر وفلفل حراء وكزبره خضره وكمون وكزبره ناشفه وفلفل اسود وزيت زيتون والله في منتهى الجمال يا جماعه شايفين الحلاوه والجمال ولا احلى ولا اجمل من كده وكمان بقى عملنا شويه سلطه بالايه بقى؟ بالبقول شويه سلطه ايه حلوين كده حاجات كم جميله كده وحلوه اهو وادي <applause> مش بعرف اعمل لكم المقطع اللي هو صوتي يبان فيه كده وانا بقول لكم على حاجه انا هروح اجيب واحده كلها وانا بصور كده آه. هاكل لكم حته كده مع اني اكلت بس هاكل لكم حتى. آه فين 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 بسم الله الرحمن الرحيم سامعين الصوت سامعين الصوت سامعين الضوء اهو اهو ما انا عاملاها بقالي نص ساعة والله جميلة جدا كوباية دي ما فيهاش حاجة ممكن كمان انا كنت اعملها في الحله اللي هي فليبس بس بصراحه كنت عامله في الحله فليبس فراخ ونسيت اغسلها او يعني مش نسيت اغسلها استعجلت ف رحت قلتها بقى وبيني بينكم بين وبينكم يعني اقول لكم الصراحه برضو متحمرة بقى لها طعم حلو هنا بقى بنعمل السلطه بتاعتنا خلي بلسمك ملح وفلفل زيت زيتون بس فيش اي ام هقول سلطه دي كنوه ادي الكنوه نزلتها الطبق الغامق ده بصل احمر شوحته بشويه زيت زيتون عشان ما يبقاش في الطعم اللي انتوا فاهمينه ده تمام وهنا طماطم وعندي ذره حلوه ذره حلوه حمص فاصوليا حمراء وكمان زوقتها كده بالفلفل الالوان ونغير بقى مش لازم كله خيار وكابوتشي والكلام ده طبعا انا ايه حمرت شويه زي ما انتم شايفين كده وشويه تانيين ما حمرتهمش قلت لما الناس تيجي بقى من بره نحمر الباقي عشان تفضل سخنه تمام اللي بالخضار جميله قوي يا جماعه ما قلت لكم ادي كده قطعتها فريش اهو الفلفل الحراق ده مخليه طعمها جميل وشويه بقى الجبنه عليها بقى مش قادره اقول لكم على الجمال شايفين الجمال بجد جميله ايه ده بسم الله الرحمن الرحيم طلعت منين يا حاجه <applause> المهم ان شاء الله تعجبكم كنت هقول اللهم صل وسلم على سيدنا النبي العدس الاصفر ثلاث معالق عدس اصفر غسلتهم وحطيتهم في شويه ميه عاديين كده ما فيش خمس دقايق العدس الاصفر بيطرى بسرعه ممكن كمان تغسلوا الثلاث معالق عدس دول على النار بشويه زيت مع الخضار سهل الموضوع سهل جدا يعني لان العدس الاصفر بيستوي بسرعه تمام آه قولوا لي بقى ايه رايكم في, في الاكل البسيط الخفيف اللطيف الظريف ده وطبعا كالعاده آه اي مطبخ في الحياه آه ما بيخلص طول النهار لازم تغسلي في مواعين وتشيلي وتروقي وتحطي وتعملي وربنا يا رب يديكم الصحه ويدين الصحه ويدي الجميع الصحه بشكركم جدا على كل حاجة على كلامكم وعلى تعليقاتكم وعلى دعواتكم وزي ما بقول يا جماعة كل حاجة في الدنيا بتاخد صبر كل حاجة ولادك لما بتجيب طفل بتقعد تربي فيه وتدلعي فيه وتعملي فيه ويعيا وتعالجي وتعملي لحد لما بيبقى راجل قدامك بيكوني خلاص خلاص جبتي اخرك فأي حاجة في الحياة بتاخد صبر بتاخد وقت فما نستعجلش ونقول يا رب وما نيأس يعني بلاش كلمة اليأس دي طول ما ربنا موجود وطول ما فينا نفس عمرنا ما يسيبنا يأس طول ما نقع نقوم كل ما نقع نقوم كل ما يحصل لنا أي حاجة لأ فعلا الوقعة أو أي حد بيأذيكي أو بتاع مجرد بس ما تقولي يا رب وترجعي لربنا سبحانه وتعالى يعني انسي حته ان انتي تياسي او تتخني ايه او تزهقي قولي يا رب طول ما رب كلمه ربنا على لسانك ربنا باذن الله يديك الصحه ويبعتلك الرزق والرزق مش فلوس بس الرزق صحه ورضا وربنا سبحانه وتعالى يكرمك بناس في شغل يكونوا ناس كويسين ويكرمك بناس تقابلهم في الحياة تكونوا كويسين وبإذن الله اللي جاي أحلى من اللي راح أو من اللي فات لكل الناس وربنا يرزق الجميع ويسعد الجميع يدينا ويديكم الصحة حبايب قلبي صدعتكم النهاردة الفيديو طويل شوية معلش أنا بعتذر هي جات معايا كده معلش أنا أسفة يا ربنا يطمني عليكم واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته